قائد المومياوات كما يحب أن يناديه الجميع، أحد علماء الآثار في مصر والعالم الذين ذاع صيتهم، وزير سابق لشؤون الآثار في مصر، مكتشف مجموعة من المواقع الأثرية في دلتا النيل والصحراء الغربية ووادي النيل، كرم من قبل مؤسسات دولية عديدة بفضل إنجازاته العلمية والحضارية. بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السؤال الصعب. أرحب بضيفي الدكتور زاهي حواس ونبدأ معه فقرة حق الرد. أهلا بك دكتور زاهي حواس إلى سكاي نيوز عربية في برنامج السؤال الصعب. يبدو بأنك حضرت ديكور البرنامج، تبدو وكأنك في متحف. لا، وكأني داخل مقبرة أثرية. أحلى من المتحف. طيب، إذا تحدثنا دكتور زاهي حواس عن الإرث المصري القديم أو الفراعنة وتراثهم، أين هم الآن من حياة المصري اليوم؟ والله أنا عايز أقول لك حاجة، في العشر سنوات أو الخمستاشر سنة الماضية حصل فيه وعي أثري جدا بين المصريين. يعني أنا فاكر أن أهم برنامج أنا عملته خلى كل المصريين يسهروا من الساعة 3 إلى 5 صباحا، كان برنامج على الهواء مباشرة لما أنا أرسلت الروبوت جوه الهرم وكشف عن أبواب سرية. كل الدنيا شافوا هذا البرنامج، بلايين في كل مكان. أنا لا أنسى وأنا ماشي في ميدان لبنان في القاهرة، واحد شحات بيشحت في الشارع مش عارف يتكلم، ولقيته بيقول لي يا زاهي أنت هتدخل الروبوت أنت جوه الهرم. فعايز أقولك أنا بيجيلي بنات صغيرين 9 سنين وأطفال صغيرين، بلاقي لسه امبارح واحدة بنت صحفية في الأهرام بتكتب هيروغليفي. يعني بدأ يبقى فيه وعي أثري بين الشباب وبين الأطفال في كل مكان في مصر، وأنا سعيد بهذا الموضوع. لأن أنت لو قلت كلمة مصر لأي طفل في الدنيا هيقولك الأهرامات، أبو الهول، توت عنخ آمون، المومياوات. طيب، أنت قلت دكتور زاهي حواس بأن الفراعنة ليسوا عربا أو أفارقة، فسر لنا كيف؟ والله شوف أقول لك حاجة، يعني أنت بصي للشعب في أيام الفراعنة، دول كانوا لهم طبيعة خاصة ولهم شكل خاص، وبالتالي لما تيجي تقارني بين شكلهم وبين الشعوب اللي في أفريقيا مش هتلاقي في أي شبه إطلاقا. أما تيجي تقارني بينهم وبين الشعوب العربية ما بتلاقيش أي شبه. احنا طبعا دلوقتي في القرن الـ20 والـ21 او في العصور الحديثة اغلب العرب مسلمين
والعرب بيتحدثوا اللغه العربيه، وبالتالي اصبحت جزء مصر من الجزء من العرب. لكن لما تبصي لمصر في العصر الفرعوني لن تجدي اي شبه بين المصريين الفراعنه وبين العرب او شعوب افريقيا. ولكن يا دكتور زاهي، هويه المصري القديم يعني يقال بأنها اختفت. المصري اليوم هو نتاج عدد من الثقافات الأخرى والجينات التي دخلت إلى مصر. كيف يمكنك الجزم بأنهم عرق صافي؟ يعني لا هم عرب ولا هم أفارقة، هم إيه في الآخر؟ أنا بقول لك يعني، أنت بصي، أنا دلوقتي لو أنت التلفزيون قبل أن يدخل مصر في 1960، لو رحت أي قرية مصرية في الصعيد أو في الدلتا هتلاقي كل تصرفات المصري في هذه القرية هي تصرفات فلاح فرعوني بيعمل في قرية في الأقصر أو في الدلتا. فحصل فيه تغييرات بعد كده نتيجة لدخول الميديا والتلفزيون والحاجات دي، غيرت في الشخصية المصرية بلا شك، وخلت الشخصية المصرية أقرب إلى شعوب أفريقيا والعرب. لكن أنا لما أتكلم عن الفراعنة نفسهم بلاقي إن هم، أعتقد إن هم دول خليط، ليسوا خليط من شعوب مختلفة، وأنه جنس فرعوني طلع من مصر خلال جبانة عثر عليها بتري في نقادة، وقال أصل المصريين من هنا من مصر. أنت بصدد اكتشاف كبير في سقارة سيعلن عنه في 2021، هل يمكن أن ينسينا الاكتشاف ده ما حدث معنا في 2020 بسبب كورونا؟ والله شوفي، 2020 دي أسوأ سنة مرت، مش في حياتي بس، لا في حياة الدنيا كلها. أنا كنت عامل سلسلة محاضرات في أمريكا، 20 محاضرة في 20 ولاية، وكان حاجز 3000 واحد في المحاضرة. الكورونا قفلت كل حاجة. أنا بقول في بداية 2021 سنعلن كشف مهم جدا مثير في سقارة، عشان هذا الكشف لعنته تطلع على الكورونا وتخضع الكورونا تماما. وأنا بقول لك أنا بتمنى أن أنت تيجي عشان تعملي معايا حديث في سقارة في يناير 2021 عندما نعلن هذا الكشف اللي هو هيكون من أهم الاكتشافات الأثرية في بداية 2021 بإذن الله. إن شاء الله. بما أنك تحدثت عن لعنة الفراعنة، هي حقيقة أم خيال؟ هي لعنة الفراعنة على فكرة ما بتجيليش أنا، هي بتجي للمذيعة اللي بتسألني، فأنا خايف عليك على فكرة من لعنة الفراعنة. مش ناقصني والله. لكن أنا عايز أقول لك حاجة الأول. لا خلي بالك من دلوقتي. لا انت اكيد المهم تمزح. المهم عايز اقول لك لعنة الفراعنة ظهرت. انت اكيد بتمزح صح؟ والله هنشوف في نهاية البرنامج، لو البرنامج كان عجبني هبقى بمزح، ما عجبنيش يبقى مش همزح. اتفضل. خلي بالك من نفسك. طب حدثني عن لعنة الفراعنة. فأنا عايز اقول لك الأول، اتفضل. انا عايز اقول الأول قبل، ان لعنة الفراعنة دي ظهرت بعد كشف مقبرة توت عنخ آمون، لما كشفها لورد كارنافون وهوارد كارتر. لورد كارنافون كان عاطي حق الكشف إلى لندن تايمز، وبالتالي الصحفيين التانيين ما كانوش لاقيين حاجة يكتبوها. عندما مات لورد كارنافون طلعت بقى إشاعات لعنة الفراعنة في كل مكان. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا عندما ذهبت إلى الأقصر عشان أعمل أشعة مقطعية لتوت عنخ آمون، وأنا ماشي في الطريق أختي كلمتني قالت لي جوزها مات، نزلت وادي الملوك عشان اعمل اشعه للموميا، سكرتير فرح حسني قال لي الوزير جات له ازمه قلبيه، عملت حديث للتلفزيون الياباني، قام فيضان وسيول في الوادي واليابانيين طلعوا يجروا لعنه توت عنخ امون، خدت الموميا حطيتها تحت جهاز الاشعه المقطعيه، الجهاز وقع. لا حول الله. الصحافه كلهم سابوا الكشف الكبير اللي انا عملته واتكلموا عن لعنه الفراعنه. لكن حقيقه لعنه الفراعنه ايه بصراحه؟ لو قفلت الاوضه اللي انا فيها دي 3000 سنه وفيها مومياوات او مواد عضويه بتطلع جراثيم غير مرئيه، علماء الاثار في الماضي كانوا بيدخلوا بسرعه، ودخولهم بسرعه كان الجراثيم بتموتهم فبيموتوا. انا بعمل ايه دلوقتي؟ لما بكتشف سرداب او مقبره بسيبه مفتوح لمدة يوم أو اتنين
لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل، فما فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة على فكرة، أنا دلوقتي بعمل مستشار لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر الدين آل سعود، والحقيقة أن احنا من خلالك بأعلن أن احنا هنعمل أول بعثة مصرية سعودية عشان نحفر في المملكة العربية السعودية، ودي هتبقى أول مرة التعاون الأثري بين مصر وبين أي دولة عربية. والحقيقة أن الدكتور جاسر رئيس هيئة التراث نحن على صلة دايما، لأن أنا بقولك الآثار في المملكة العربية السعودية فيها مواقع أثرية مهمة جدا غير معروفة. احنا عندنا الدرعية وعندنا مدائن صالح، يعني الحقيقة آثار السعودية في عصور ما قبل الإسلام بتدي فترات تاريخية مهمة جدا. طيب. وأنا بعتقد أن التعاون بيننا وبين المملكة العربية في الآثار هيبقى له مردود عالمي مهم جدا. أعطيناك حق الرد في هذه الأمور دكتور زاهي حواس، ننتقل بك الآن لفقرة السؤال الصعب. بك مرة ثانية دكتور زاهي حواس، حين استلمت وزارة الآثار قلت بأننا كمصريين كنا خدمين للأجانب أو للأجانب، هل ترى بأن مصر استغنت عن الأجانب؟ يعني هل لدى مصر اليوم خبراء آثار غير طبعا دكتور زاهي حواس يعتمد عليهم حقيقة؟ أنا عايز أقولك حاجة، إحنا فعلا كان العمل الأثري قاصر على الأجانب في المتاحف وفي الاكتشافات الأثرية، وإحنا كنا بنساعدهم. أنا لما مسكت الآثار قلت يجب أن نكون علماء في أثرنا، عشان أبقى علماء في أثرنا لازم أدرب الناس. بدأت عملية تدريب كاملة على أعمال الحفاير. أنا عندي دلوقتي في مصر أكتر من 500 أثري بيحفروا على مستوى عالي وبنفسه الأجانب. إحنا لم موقفناش العمل الأثري الأجانب، لا، إدناهم الحق يشتغلوا وإحنا في نفس الوقت يشتغلوا. أنا بعمل دلوقتي في بعثتين، بعثة في وادي الملوك وبعثة في سقارة. تعالي شوفي العمل العلمي المحترم اللي هو بيبين أن المصريين لأول مرة بقوا علماء في أثرهم. وشفت الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور خالد العناني أعلنوا الأسبوع الماضي عن كشف مهم جدا في سقارة، كشفوا أكتر من 100 تابوت وداخل كل تابوت مومياء، ومن خلال الورش لعمل التوابيت وكان هناك ورش للتحنيط بيثبت ان الاثر المصري بقاله قيمه عالميه دلوقتي. ولكنك قلت دكتور زاهي بانك لا تمانع في ان يقود المتحف المصري الكبير الذي ينتظر طبعا افتتاحه من قبل العالم اجمع، قلت انه يعني لا تمانع بان يكون المدير اجنبي. يعني اليس في ذلك تقليل ايضا من شان 500 عالم اثار عايز أقول كونتهم؟ لا اطلاقا، لا لا اطلاقا. انا بتكلم على العمل الاثري وبقول احنا لازم نبقى علماء في اثرنا. تعالي بقى للمتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير هو اعظم متحف واعظم مشروع ثقافي في القرن 21. عمليه العمل المتحفي لابد ان يكون هناك اداره على اعلى مستوى، وان يكون المنصب لا يقتصر على المصري او العربي فقط، بل ان انا اترك هذا المنصب للكومبيتيشن اي المنافسه عشان اخد اعظم الناس في اداره المتاحف حتى لو كان اجنبي او مصري، لكن اهم حاجه المعيار ان انا ادير هذا المتحف على مستوى عالي. وده اللي انا عملته في 2011. عملت لجنه عشان اغير المتحف، اعمله زي مكتبه اسكندريه عشان يبقى عندي حريه التعاقد مع مصري او مع اجنبي، او اقدر ان انا اتحرك، لان هذا المتحف اتصرف عليه مليار دولار حتى الان. المتحف ده حتى انارته بس هتتكلف ملايين. فبالتالي انا لابد ان ابحث عن شخصيات عالميه تدير هذا المتحف العظيم. طيب لماذا دكتور زاهي حواس، وأنا طبعا أتمنى أن يتسع صدرك لهذا السؤال، على الرغم من كل هذه المجهودات التي تقوم بها من أجل مصر ويعني تعلية اسم مصر في العالم فيما يتعلق بالأثار، ما زالت الأقاويل والإشاعات تلاحق الدكتور زاهي حواس فيما يتعلق بتورطه في المتاجرة بأثار مصر؟ يعني
دعنا نوضح هذا الأمر في هذا البرنامج. شوفي شوفي حضرتك، أولا أنت ونس أن أنت تبقي مشهورة، أنا كنت زمان بزعل. يعني هل ممكن زي حواس اللي رجع 6000 قطعة أثرية، اللي مسك لصوص الآثار في العالم كله في الداخل والخارج وحبسهم، هذه إشاعة طلعت من رجل مغرض كان بيملك أحد المحلات في المتحف المصري، وكان رجل قميء وقدر إن هو يستغل ما حدث في 2011 عشان يسيء إلى سمعتي. لكن أنا تعودت في حاجة مهمة جدا. أنا أبويا قال لي الله يرحمه اوعى تحط صبعك تحت درس حد، وبالتالي كل عملي صح 100%. أنا خلال المدة اللي بيشتبوا فيها وطلعوا الإشاعة اللي أنت بتقوليها دي، أنا أنتجت أكبر كتب في الدنيا، عملت محاضرات في العالم كله، أخدت جوائز عالمية. يعني كان بيقولوا الكلام ده في ميدان التحرير في 2011 وأنا ماشي على سجادة في مهرجان كاتانزارو للسينما، ورايا أوليفر ستون وريتشارد درايفس وخمس تلاف واحد بيسقفوا لي. أنا عايز أقولك حاجة، وانس أن أنت تبقي مشهورة لازم تتوقعي أعداء النجاح عشان يوقفوا المسيرة بتاعتك. أنا بسميهم أصدقاء الإله ست إله الشر. أنت أخذت جائزة إيمي، يعني أحد علماء الآثار الوحيدين الذين نالوا جائزة إيمي. حدثنا عن هذه الجائزة، لأن هناك من يقول بأنه يعني شوفي الدكتور زاهي حواس ربما لم يعني يعمل كثيرا لاستحقاق هذه الجائزة، ما رأيك؟ لا ما حدش قال الكلام ده، تأليف من عندك انت. لا يا انت بتألفي الكلام لا ده من لا عندك. لا 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 لانه في ناس انت ما تبصي. لا 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 شوف، ما حدش قال الكلام ده، ما حدش شوفي ما حدش يقدر ينكر انا عملت الاثار ايه في العالم كله. انا خدت بعد ما سبت الاثار خدت جوائز ما خدهاش انسان نتيجه الاعمال العلميه. انا خدت جائزه الايمي دي والعالم بيسقف لي، لكن انت بتقولي كلام من عندك عشان تحل البرنامج او تسخنيه. لا مش للدرجه، مش لهذه الدرجه. هناك من اعداء النجاح لك يا دكتور زاهي، انت تعرف انه اعداء النجاح كثير. لا 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 اسمعيني، انا سبتك سالت السؤال سيبيني ارد. تفضل تفضل تفضل. اولا أكيد. انا خدت جائزه الايمي لما عملت، انت عايزاني اجاوب ولا اسكت؟ أكيد يا دكتور عايزك تجاوب، بس في يعني ديلاي بيني وبينك تقريبا خمس ثواني، هو هي دي الإشكالية التقنية بس. طيب أنا عايز أقولك أنا عملت برنامج داخل سرداب مقبرة الملك سيتي الأول، وخلال التصوير تعرضت لخطورة أن السرداب حجارة منه وقعت على راسي وحجارة وقعت على رجلي، وتم تصوير ده. لما مخرج الفيلم اسمه ديفيد جاكسون قدم الفيلم لجائزة الإيمي، الحكماء اللي هما بيحكموا في الجائزة قالوا إن المخرج يستحق الجائزة، لكن الجائزة الأولى لابد أن تقدم إلى زاهي حواس. فأنا بعتقد إن أنا الوحيد اللي خارج الوسط السينمائي والأفلام التسجيلية اللي حصل هذه الجائزة، اللي أنا بعتبر إن هي من إحدى أهم الجوائز اللي أنا حصلت عليها. خلينا نتحدث دكتور زاهي عن الإعجاز في بناء الهرم. كيف تفسر أنه المصري القديم الذي تقول بأن طوله لا يتجاوز 1.68 متر بنى يعني أهرامات بهذه الضخامة؟ يعني متى سيعرف العالم حقيقة كيف بنيت الأهرامات برأيك؟ والله حضرتك لو انت يعني بعد ما تخلص البرنامج تطلبي كتاب ليا مشهور جدا اسمه جيزة and the pyramids، كتاب ضخم جدا صدر من 9 شهور باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية. عايز أقول لحضرتك حاجة، عملية بناء الهرم لم تعد معجزة. أولا أنا بدأت الأول إزاي الهرم اتبنى. احنا اكتشفنا ان جميع الاحجار اللي اتبنى بيها هرم الملك خوفو اتخذت من على بعد 300 متر فقط من الناحيه الجنوبيه من الهرم. نمره 2 عملوا قاعده مربعه وحفروا في الصخر وعملوا قاعده الهرم 8 متر من الصخر تماما، وبعد كده حفروا في حجره الدفن السفليه
عملوا الطريق الجراند جاليري وبعد كده حجرات الدفن وبعد كده حطوا الحجارة عن طريق رامب أي طريق صاعد من المحاجر بيتصل بالناحية الجنوبية. وكل ما يخص البناء أنا شرحته بالتفصيل، لكن أنا بدأت أن أنا أدور على أسرار الهرم، وعثرنا بالربط على الأبواب السرية اللي كشفناها داخل الهرم. وأيضا هنا تعمل الآن في داخل هرم الملك خوفو بعثة فرنسية يابانية مصرية للكشف عن أسرار هذا الهرم. لكن كل الخطوات الخاصة بالبناء لم تعد ثيري، بل أصبحت فاكت حقيقة، وده كله منشور في الكتاب بتاعي. انتهت فقرة السؤال الصعب دكتور زاهي حواس، ننتقل بك لفقرتنا الأخيرة في البرنامج، فقرة العد العكسي. أهلا بك مرة أخرى دكتور زاهي حواس. فقرة العد العكسي تعتمد على الإجابات السريعة والمختصرة، معك 60 ثانية للإجابة على السؤال، يعني دقيقة لكل إجابة من حضرتك دكتور زاهي. طيب نبدأ السؤال الأول. تفضلي. من بين كل المشاهير الذين التقيتهم، وأنت التقيت بكثير من المشاهير في العالم، من وجدت أن له عشق حقيقي بتاريخ مصر والأثار؟ الرئيس أوباما. الحقيقة دخل معايا الهرم، خليته ما يركبش الجمل عشان صورته ما تطلعش، داخل مقبرة شفت حرف هيروغليفي شكله بالظبط وقال لي أنا شكلي ده، وأهديته البرنيطة بتاعتي هدية. ومن العنصر النسائي، من وجدت بأن لها هذا العشق للأثار في مصر؟ من العنصر النسائي شوفي جاكلين بيسيت، ممثلة رائعة جميلة، وجدت جواها عشق للأثار، ولا زالت حتى الآن من أهم أصدقائي. أنا ما روحش لوس أنجلوس، أول واحد بدعو على العشاء بتبقى جاكلين بيسيت. طيب مثل خلافك دكتور زاهي مع المطربة بيونسي، يعني هي مسألة أنه تأخرت عن موعد معك؟ إطلاقاً أنا ضحكت عشان اتأخرت على الموعد، لكن احنا لما جيت اتكلم معاها المصور بتاعها اخد صور، جت المصورة بتاعت تاخد صور، الحارس بتاعها زقها وخد الكاميرا رماها في الأرض، وأنا اعتبرت هذا التصرف خاطئ في بلدي، قلت لهم أنتوا ولا حاجة، أنتوا عملتوا خطأ كبير جدا، وبالتالي لا تستحقوا إن أنا أشرح لك المنطقة، لا أنت ولا هذا الحارس الغبي، وطردتهم بره أبو الهول. وزعلت كتير؟ طبعا زعلت. والحاجة الغريبة أن تصوري الحادث ده حصل في 2010، ما بسافر أي دولة في العالم أول صحفي قابلني إيه اللي حصل بينك وبين بيونسي، فبحكي لهم القصة والكل بيتفق معايا أن تصرف الحارس كان تصرف غير لائق، وإحنا أمام أبو الهول في منطقة مصرية، وأنا بكرمهم بشرح لهم المنطقة الأثرية. دكتور زاهي قلت بأنك لا تهتم بالنساء وتعوض عشقهن بالآثار، وأنت تحب نفرتيتي حسب المعلومات اللي قرأناها عنك، من تشبه نفرتيتي من الفنانات المصريات الحاليات أو اللواتي توفين؟ سوسن بدر. يعني تشوف سوسن بدر ذات وجه فرعوني ورخبة لنفرتيتي وعيون الملكة نفرتيتي، وأنا بعتقد أن سوسن بدر أهم ممثلة ممكن تقوم بأي دور امرأة فرعونية جميلة، لأنها وجهها فرعوني. وحتشبسوت؟ حتشبسوت بقى كان زمان الفنانة إلهام شاهين تكلمني تقول لي أرجوك اعمل لي سيناريو لحتشبسوت. لما أنا كشفت الموميا بتاعتها وطلعت حتشبسوت تخينة، فطبعا لا إلهام ولا حد عايز يقوم بدورها، لأن الكل خاف إن لأن أنا طلعت إن هي كانت بدينة جدا وكان سنانها واقعة، فبالتالي كل الفنانات خافوا يقوموا بدور حتشبسوت. الفراعنة اعتمدوا على المرأة، يعني على حسب ما تقول نفرتيتي وحتشبسوت
يعني كانت المرأة أيام الفراعنة ملكة وإمبراطورة وقائدة. لماذا يعني تغيرت هذه النظرة مع العصر على الرغم أنه إحنا في القرن 21 دكتور زاهي حواس؟ أنا مش شايف أن المرأة العربية خدت كل حقوقها في كل حاجة بتعمل يعني أنا مش شايف أن سؤالك ده. بالعكس، المرأة في العصر الفرعوني كانت كل حاجة، لأن إيزيس لما بكت دموعها عملت نهر النيل. إيزيس ربت الصبي حورس عشان ينتقم من الشر، لولا المرأة ما كانش في مصر. لكن أنا بقول أن المرأة العربية في القرن 21 حصلت على كل حقوقها وأصبحت متساوية بالرجل تماما. يعني في حال رشحت لك شخصية من أجل إخراج فيلم عن زاهي حواس عالميا، من تختار؟ والله أنا يعني بصراحة أختار الفنان سبيلبرغ، لأن ستيف سبيلبرغ اللي هو عمل إنديانا جونز. وأنا الناس بتشبهني برا في أوروبا وأمريكا بأنديانا جونز، فأنا أعتقد إن أحسن واحد ممكن، يعني أنا عملت كتاب حياتي هيطلع بعد 3 شهور من الآن، وفي ناس بيتكلموا على إن هذا الكتاب ممكن يتعمل فيلم تلفزيوني. فأنا بتمنى إن مخرج زي عبقري وأنا أعرفه كويس وهو صديق ليا ورشحني لجائزة عالمية اسمها الطبق الذهبي حصلت عليها، فأنا ويعني بصراحة هو أقدر واحد ممكن إن هو يعمل هذا الفيلم بالنسبة لي. أشكرك الشكر الجزيل دكتور زاهي حواس، نتمنى لك التوفيق وننتظر طبعا اكتشاف سقارة الذي ستعلن عنها عام 2021. بس خلي بالك من لعنة الفراعنة، يعني الله يبعد عنا كل اللعنات، خلي بالك منها. ما تخوفنيش يا دكتور زاهي، ما تخوفنيش. لا أنا هبعت لك فرعون صغير من طرفي. طيب. أشكرك يا دكتور زاهي حواس، أتمنى لك التوفيق في كل الاكتشافات المقبلة، وإن شاء الله تتوفق حتى في متحف مصر الكبير الذي يترقب العالم افتتاحه. شكرا لك. شكرا لمتابعينا، يمكنكم مشاهدة الحلقة والحلقات السابقة على المنصات الرقمية لقناة سكاي نيوز عربية. في السؤال الصعب نلتقي على الأقصى.